الهرنيا نزل من فوق تحت كيس البريتوني،
تؤمن في الطريق الاول بمرانسل. طب الشكل ده يبقى دخل اني شيز بمرانسل دي انتير وول وليه؟ بصير يعمل ايه في الانتير وول؟ زق من ورا لقدام يلاقي فتش اسمها كريب ريفورم، بيعمل ايه في الكريب ريفورم؟ بتخرم بتوقع وتضعبيها بره الاسكين سوبرفيشال فاتش. حد فينا يقول لي الكفرنج بتاعي ولا ما بتضعبش ايه؟ يبقى لو بتضرر جوه الامين اسكين سوبرفيشال المعلم كريب ريفورم فاشيا انتير وول بتاع شيز اسمه فيمورال شيز. قالوا ليه؟
دي اسمها الفتحه دي يا شباب سابنس او بالاسرائيل سابنس دي موجوده كده. قالوا طب وايه رايك؟ انت هتحط الفيبرينوس لير تنزل كده وتبدا في الفشلات تبع السابنس او يبقى لو تشرح بني ادم منا هفتحه كده اقتله كده. انا عندي هنا السابنس او ودي الفيبرينوس لير في بطن هتعدي وتسوي تحت الفشلات هنا كده ما تعرفش توصل يعني فوق الفيبرينوس لير مقصوره تحت الفيبرينوس لير لازقه دي جنب بطن اسمها الفيبرينوس لير في الفشل هنا. قالوا طيب لو حد استرحل وتوصل لو انا عملت كده قلت دي الممبرينوس لير هتبدا هنا وتبدا في الحته دي هسيبها توعى كده شفت المنظر ده كده ولا لا؟ طلع هرنيا بقى الهرنيا تنزل ازاي؟ هرنزل من فيمورال شيت طلع كده دي ما جاتش قدام الممبرينوس لير ما راحتش مين جت دي مع بعض هنا يبقى الحل الوحيد انها تطلع فين؟ اب اور داون يبقى الهرنيا لما تخرج عند الست تنزل داون صح فورورد تمام اب اور ايه؟ لاتر اللي اتحكم في كده الانتوم مش يقول لا هو الانتوم صاحب اللعبه الاساسيه. طيب الست دي كحك الامعاء طلعت تدخل تعمل كده تمام. ارجع اسال السؤال لو الست دي نامت على بطنها الاغراض وعايز ادخل الامعاء تدخلها ازاي؟ هو البريتونيوم ساب الله ينور عليك بالعكس يبقى ده البروميثيان باكورد ابورد مش معايا مش معايا يبقى الدايركشن بتاع المادة ازاي لو كده داون فورورد داون فورورد ابورد لاترا طب عايز ادخلها باسمها تاني هل هي بتدخل كيس البريتوني ولا الكونتنت؟ الكيس البريتوني ما بيخش ده فلوس ده اكل لا مش كده لا ده لو دخل هي عندي تروحها ومش كده لا بيبقى احنا نبقى القعد الحر اللي احنا فيه ده والارض ده ليه؟ عشان نسمع مدحت ليه؟ انما الفلوس بتيجي منين؟ لان انا كيس البريتوني ده لازم وعندها طريق كده هسال سؤال اللي الجو بيبقى شاطر جدا مين قال لي حته في الكرسي ده؟ الفيمورال رينج مش كده اللي ادي حته والهنا لما يبقى مكان خلقتها يا دي النجم اللي هيتقل يا حته في السيل احنا قلنا السيل البريتوني اللي بيطلع ده قمته اسمها اوبا فانتس وبدايته اسمها نيك وجسم اسمه ايه؟ فكيس البريتوني. طب يبقى بالتالي بس السؤال الهنا تنزل كده. طب اسالكم سؤال اخير بقى واسيبكم عشان الحته دي لانها طولت اسال سؤال لو هنا في تيوبيرك اسم التيوبيرك ده يبقى تيوبيرك اسال سؤال صعب جدا اتفرج في الرده الطفل العظماء اعمل كده مات العالم دي يا اولاد لما اعمل كده مات صح كده ولا لا؟ العلم اللي انت كده بالنسبه لكيس البانز اللي هيحصل في العيانه بالنسبه لبيبي تيوبيرك فوق من بيبي تيوبيرك ولا اكتر من بيبي تيوبيرك؟ ابوك بلاد الراجل عنده كلام هنا اسمها اجوان كده هنبقى نتكلم عليها في لحظه يحصل فيها هنا اسمها اجوان اللي هي نوتين تبقى بالنسبه للتيوبيرتي الاعلى يبقى عندنا كيلو عين تيرمينال فالرجاله اللي هو مشهور في الستات اللي هو مشهور اللي هتحصل الابابيك انجواين النيجاتيف برضه هنا هرمي اسمها انجواين واللي حصلت هنا اسمها فيمورال وبالتالي لما اجي اكشف على راجل او ست طبعا سكس بين في مين ده موضوع منتهي من اصل احنا عارفين الرجاله بيعملوا حاجه اسمها انجواين والست حاجه اسمها فيمورال اول حاجه ما تفرقش مع اغلب القاعدين الراجل بيخص الثلاث مراجيز في بقى ارت النت بالخصيه ونرف راجع الخصيه والست ما عندهاش كده الكلام اللي ربنا عاملها للرجاله واسع الستات عندها اللي يحصل بقى قوي. طب الكلام اللي هنا في الرايت ماشي فيها حاجه اسمها سبرماتيك كورد مش فاهم الاسم ده قبل كده واصل لغايه ده الكلام في الراجل هنا واسع ثابت في الرايت في يوم اسمها جنجوين الهرب سو ليه جنجوين الهرب حاولت حاجه كده لو صحيح تسمعني كويس فيها وتسيب بقى الكلام الفاضي دوت ثلاث دقايق بس بس هتبقى مختلف العندنا دي اولاد الثوره الشطار عندنا دي امين اولاد ادي اللي هو بتاعي لحد السرحان بقى شويه هنا ده كمين موجود دوت قالوا لنا ده التراجل ده الطاقين كان اسمه ايه يا اولاد؟ في مره التراجل بتاعي لو جيت قلت لكم كده بس محدش سرحان عندنا بقى سوري كده اولاد شويه هنا كده الحته دي اولاد كده الهنا دي الخاصية بتاعت الراجل بتبقى هنا. وهنا بتبقى في كلام في الابدومين امام الانجوان الليجري اسمها انجوان الكلام. طبعا هنا الحرب ده اسمه سبرماتيك كورد على فكره. بيوصل للخص. الكلام دي الست عندها بس بيعالج كلمه بتفاير مش عاملين في دلوقتي. انما في الراجل ده الكورد ده اسمه سبرماتيك كورد. الكلام ده اصلا جوه الابدومين ممكن يحصل فيه ايرنيا اسمها انجوان الهرد وتطلع هنا. انا طيب لو هنا دي صافي ناس اوبري بتطلع منها الفيمور هيرت لو في بيبي اكتبال مين اباب البيبي اكتبال ومين تحت البيبي اكتبال كده يبقى الورم بتاع الجوال الهيرت اللي تحصل فين اباب البيبي اكتبال والفيمور هيرت يمين تحت البيبي اكتبال يبقى بالنسبه لي السطر اللي كتبوه سطر السم ده اللي بلا داعي اتقال في سنه اولى
كاتبين كلينيكال امبورتنت بوينت. النت بتاعت الساق اللي هي الجلوس لقوا موجوده بلو البلاتر للتبيك ديفايكل وبعد اجوال الهرنيا اللي انا ما اعرفش اعمل حاجه اضاف الفيل وبعد كده ايدي وانا بدك في البيت تاني في البال الهرنيا في الست مش كامله لا في النت البيك ديفايكل هتعمل لي ورق كده في النت البيك اعلى ولا اقصى منه اوسط وتحت لسان كمان شويه طب في الراجل مين اضاف راحه كده اجوال لما تيجي في البيت بلاش دي افضل لان الشعر مش مستحمل صراحه مش كامله لما تاخد اجازه تصير بقى على اجوال الهرنيا واعمل اللي انت عايزه مش كامله اكتر تاني رابع حاجه طبعا كاتبين تروديوس ريفيس يعني اختزال الهرنيا الفيرورنال it should be pushed in the first direction of the stent. ايه معنى الفيرورنال تروديوس العكس يبقى ده معناه انها نقلت ازاي ودخلها الجسم ازاي تعمل حاجه ولا لا نقلت ازاي داونورد فورورد ابورد لاتر طب الريدكشن ازاي داونورد ميديا وباكورد او حتى كم حاجه ولا ما تعملش دي هيرن دي ولا ايه هيرن ريتم ما تنفعش كويس كده كيس اه عندنا بروبلم فور ذا جاي هنا كسبت جت لنا ولقينا في الساي ورا وكده ودوسنا قالت لما بتكون بينفر وشخصناها في المرور اسال بقى يا عم عدت في اي كمان والكفرت وساعتها ايه والكفرت وايه وزي ما انت عايز مش كام دقيقه انما انت ما ينفعش تبقى في ثالث سنه اولى سنه سادسه طبعا عليك لنا كمان ديت والكومبليكيشن وعليك مش كام دقيقه طبعا قصه اكبر كده انت الكلام ده قصه بس ناجل فلوس بقى هنا من الفلوس ببلاش بعد كده عندنا ولادة حاجة اسمها لامبار بريكسس مش كده ايه؟ اذكر كنال اذكر كنال بقى تبعكم بيجري 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 اللي انت تبقى الاصل ايني سوبر فهيبقى ان اشرب من اذكر كنال اذكر كنال ريتن 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 ايه يا ولاد؟ اذكر كنال هي كنال طن النفس موجود في ايه؟ في بين الاطراف على اي ناحيه على الميديا السر بتاع الميديا السر بتاع الميديا السر طبعا قبل التعريف محدش بيذاكر الا لما في خطه في دماغه لما اقول لك ايه الادكتور كانيل هتقول لي ايه يا كانيل دي انظمه دي طنل نفع النفع دوت مكانه فين؟ قالوا بين العضلات انترباسكولار بين المحاور العضله مكانه في النفع السايد في الفرونت في الباك قالوا على الميديا السايد في الميدل سيرف بتاع الميديا اخش امتحان تحريري الاقي سؤال تحت مبدا سوبر اهي من اشهر ديسكرايب الدكتور كريم مش كده يبقى في كلمه اسمها ايه الدكتور كريم تبدا من عند الايمكس بارتيكولار كرايم لو حد استرحلت وتديه فين قال الدكتور بتديه الدكتور هاجيتس ايوه اللي كانت تاني عضله الدكتور ماجد الاتكتور هي زي ما انتوا فاكرين كده واساتذه جامدين هاجي عامل الورقه ديت ربنا يبارك لنا فيها فاجي عامل ورقه كده واقول ايه بقى لو دي الاتكتور مانفس كان فيها فتحه اسمها اتكتور هي الناس الصافيه اللي عارفه اسمها فيما الله لو بنفهم عامله كده مش كده قالوا ايه رايك بقى الاتكتور كده بدا من التراين لغايه هنا وكمل تحت توصل في قصه موجوده ورا اسمها اوبليتيا القصه يبقى لما احط ايدي كده ابقى معدي هنا كده بصر مين بمين الكلام اللي هناخدها في القصه اللي ورا دي اسمها اوبليتيا القصه اللي هي مدينه الكيوبيتا القصه بتاعت القمر يبقى الناس المحترمين نقدر نقول مع بعض يبقى في كلام اسمها الدكتور كلام القمر اند توصل فين في مرور ترايد الايه مرور اند وصل مين الدكتور هيئته اللي بتفتح على اي قصه اوبليتيا القصه مش كامله لا مين الكلام دي سميتها ولاد الدكتور كلام الدكتور كلام ليها باوند الباوند الثالثه اللي احنا كده عرفنا هيوصل من اليمين كسايد وعرفنا هي مين هي نفق طنب وبين العضلات على الميديا ولا على على الميديا السيرف بتاع الميديا سايد في الميديا سيرف لا فوق ولا تحت عايز تسال لا فوق ولا تحت لا فوق ولا تحت في الميديا سيرف فاهم سيرف ميديا مش ميديا تلت الخلاص بس على اي ناحيه على الميديا سايد ولا على السايد ميديا الكلام بتاعك دي ليها باوند كروس سيكشن فيها مثلث لو عملت فيها مقطع يبقى يا ولاد مثلث طبعا في حاجه بقى للشياطين اللي بتبقى في البيت اللي هو بيتنطط تحت المكتب ده نيجي نشوف مع بعض ايه الكلام طبعا اللي عامله معاكم ده العضله اللي انت بس بقالي عضله الدكتور مايك كده الدكتور استاذ قد ما تقدري كده الدكتور مايك موجود على الميديا سايد قدام عضله اسمها الدكتور لونجا في عضله اسمها الدكتور بريف البريف القصير قالوا ليه استجابه امتحانات فبعد كده رجعوا مع بعض الصفحه الكليه ثانيه لو جينا مع بعض يا ولاد لسه اقول لك الجدول لو عملنا هنا كده مع بعض الفارس الفارس خديجه عامل كده مين؟
العضله اللي انت دي اسمها اولاد الدكتور لوكس. اسمها ايه؟ الدكتور لوكس. الدكتور مندس وراه واحد من الخبرتات واللي بينهم بريتش، بس بريتش قصيره فوق والكلام موجوده في اي جزء لو كده ميدل سير. يبقى في اللور بارت تلاقي مين نايم على مين؟ لوكس على مندس وش كده مش كده بقى. طب الشطار بقى يبقى عضله اسمها الدكتور مندس المفروض كان يبقى بينهم مين؟ ريلي. قالوا ليه ما حطيتهاش تحت لما جيت؟ ما خدتش عنهم عايزين نعمل بيها. عضله اسمها بسطس بسطس بسطس. ايه يا ولاد لما كده؟ ميدان. البسطس ميدان بتاخد اورج من الفيمر وتلف قدام كده. الله ربنا تفهمه وعملت كده في العضله دي تبقى بسطس ميدان. يبقى لو عرفت كده مات بسطس ميدان. حد فينا قال لي هنا في انفيرس بلاس بارلاز من عضله كده اسمها سارتوريس. اسمها ايه؟ سارتوريس. انا عايز اسال كده ما حدش يبقى سرحان. العضله هنا كده يا حتى انه في الورق بعد كده ولاد اعمل كده معاك. السارتوريس ده بتاع الشريحه بتقول كده دكتور سليمان بس ما بدهاش الشغل عشان طيب بسرعه بسرعه كده في الوسط ده طلع ولا ايه؟ قالوا ليه؟ قالوا لسه السؤال ده هنا بقى طلب الشطار اسال سؤال قبل ما اكمل. وات از ذيس؟ وات از ذيس؟ ذيس از دكتور مارتس ذيس از دكتور لوكاس. تمام. قول لي انت بسطس من جانب ذيس انت بسطس من جانب ذيس ذا فايبر شيت ممتد من البسطس من جانب الدكتور كده. وانت كمان حط الكلام هنا مش كده حط الكلام تديني الكلام دي اقدر اسال سؤال. الفايبر شيك ده بالظبط بعضها كان بيجي من انتيريور سبيرال سباين وتنزل ميه كده اسمها سارتوريس. حسب ده سؤال الطلبه اللي فين انتروميديال وفين انترولاترال وفين بوستيريور؟ انتروميديال انترولاترال فين الهيد اوف تيمر؟ اهي يبقى كده ايه؟ ميديا وكده لا انتروميديال سارتوريس والفايبر شيل. طيب وانترولاترال بسطس ميديال. طبعا الشيطان بيطلع عمك لما يقول لك انترولاترال بسطس ميديال انت بتستعمل ولا ايه؟ هي ميديال تشكيل ادرار لما بالنسبه للكلام هي على اي ناحيه؟ انترولاترال. طب مين اللي ورا؟ الدكتور لوكاس. هل راح فينا هو الجزء بتاع الكلام؟ ليه الجزء بتاع الكلام؟ مين بوستيريور؟ قالوا مين الدكتور؟ الدكتور ايه؟ الدكتور الدكتور لونجاس والدكتور ماجنس. الحمد لله يا رب. مين انترولاترال؟ البسطس ميديال. مين انتروميديال؟ فايبر شيل. فهذا اسمع صوره حلوه جدا 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 انت بتقدمك انا فاهمها يعني بس لو طلعت فاهمها بتختار. الناس اللي هنا كده اولاد طلبوا كلية الطب والرمضان اسال سؤال. العيال دي يا اولاد التاريخ هي بسرعه بقى عشان تجيب وقت بدايه التطبيق. عندنا هنا كده اولاد الله على الصوره دي بس مش حلوه قوي يعني. هنا طبعا دي الدكتور لونجز خبيره. مين الشيت اللي انا ده اسمه؟ هايبر شيت. مين العضله اللي كان المفروض تنزل تغطي الكلام ده؟ سارتوريوس. هرد الصوره باذن الله ان شاء الله ربنا يوريها لنا بسرعه. يا اولاد اعمل كده هنا كده اولاد. هي طبعا برضه متبهدله هنا الصوره حلوه جدا عجباني ان شاء الله باذن الله تتقال. هتبقى قلنا يا رب يا رب بس ان هي تبقى صافيه. الله على الرسم. الله الله. هنا مين العضله اللي نازله دي اسمها سارتوريس ودي الدكتور لوكس وراها مايكروس مش باين. اسال ناس قال الله على الرسمه دي. الله لو حد قال لي فين سارتوريس الله حته وحته ثانيه. طب مين بسطس ايه؟ ميديان ودي الدكتور لونكس ودي ايه؟ الدكتور مانكس. فين الفايبر شيت اللي انا قلت عليه؟ الله الله فايبر شيت زي الفل لو حد سرحان. تخيل بقى بخيالك الذكي جدا جبت دي نزلت فيه زي كده تبقى من دي سارتوريوس. السارتوريوس والفايبر شيت دي لو بصيتها كده تبقى موقفها انترو ميديان. طب مين انترو لاترال؟ بسطس ميديان. طب مين ورا؟ الدكتور لونجاس والدكتور حد فاهم حاجه ولا مش فاهمين؟ ايه حدود الكلام بتاعتي بقى؟ يبقى كمان بصيرو تبقى مين؟ الدكتور لونجاس والدكتور ماجنس مش كده؟ مين انترو ميديان؟ سارتوريوس وتحتها فايبر شيت. تحتها مين؟ فايبر شيت. مين انترو لاترال؟ بسطس فايبر شيت. فايبر شيت مش شيت فايبر ايه؟ شيت. اسال سؤال كده شيت 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 يعني شيت طبعا كده ليه؟ شيت يعني الجولاب انما ده طبعا كده شيت حاجه وشيت حاجه ثانيه. بالطبع. طبعا لسانك انت بتقولها مش كده بس كده لا تبقى شيت مصيبه سودا انما هي شيت. هنا بقى انا عامل حاجه كده خطيره جدا. فايبر شيت. انا اسال سؤال
انا عامل سيكشن هناك اللي اعرف يبقى معلم. عامل كرتون سيكشن لما اتقبس السؤال مش او الله العظمه العظمه. بص بقى لو ده كرتون سيكشن في السايد مين لاترال انتير بوستير العظمه دي تبقى عظمه مين فيهم؟ لو حد فينا يقول لي مين اللي جاي شفت دي بسطس دي ودي الدكتور ليه باين خطوط كده عشان ده ترانسفير سيكشن. ومين اللي تعرفهم ده؟ الفايبر شيت. فايبر شيت شيت. ومين اللي دي اسمها دكتور؟ فين الدكتور كان بقى؟ هي دي ما الكروس سيكشن فيها شكل ايه؟ مسدس. مين المتسيرول بتاعها؟ اثنين الدكتور ايه والدكتور ايه؟ الدكتور لونجس والدكتور ماجنس. الدكتور ايه؟ لونجس والدكتور ايه؟ ماجنس. تمام. مين الترولاترال والتروميديال؟ الترولاترال بسطس ميديال. الشيطان يتحط سبعه كلام كده وانت بتشرح له مش كده؟ لا يقول لك ميديال ازاي؟ قول له ادي ميديال عشان في لاترالس استحمار ولا ايه؟ مش كده؟ لا عشان الشيطان يطير النكته ويمشي كده ده كلام وكده تبقى حط روحك للشيطان ورا. كنت انت بقى بتاعتنا من ليلة بتطلب الشخصات تمر الارض تمر البين صفي الاسنان بدون اساسي كنت انت تمر الارض تكمل تمر البين وهي الليلة ده مكتوب ده الناس بتصحى مالك. يبقى كنت انت بتاعتنا بدون اكاد حاجة في كنت انت من ليلة اللي هم مين؟ تمر الارضي وتمر البين وصفي الاسنان. صفي الاسنان ده بيلش من تمر وصفي الاسنان في الشهر. اسأل بقى سؤال اسألكم سؤال المنظر ده رائع جدا لو حد فينا فاهم. مين اللي هنا ده الامين او ليه؟ قالوا ده الفيمورال ارتري وده مين ده؟ الفيمورال فين؟ والنرف ده اسمه سافينس نرف والنرف ده اسمه نرف تو باستس ميديال. نرف تو ايه؟ باستس ميديال. يبقى الكلام بتاعك مين اللي فيها دوت؟ فيمورال ارتري وفيمورال فين وسافينس نرف بيعدي على الارض في اللاترال تو ميديال وفي نرف دخل لاترال الارض بس هنخش في الارض اللي اسمها باستس ميديال. باستس ايه؟ ميديال. الفيمورال ارتري هو ماشي جوه هنا كده ليه برينش اسمه غريب جدا اسمه غريب جدا اسمه غريب جدا اسمه غريب جدا اسمه ديسندنج الهابط للنير جينيكيولار ارتري. الديسندنج جينيكيولار ارتري هو تبقى الارتري اللي نازل ده اسمه ديسندنج جينيكيولار راح صبري اني جوينت او ليه النير جوينت طلع من الفيمورال ارتري هو ماشي في الكمال. وبالتالي مثلا سؤال ايه الكونتنت بتاع الكمال؟ كنت انت بتعمل يا اولاد الطلبه المحترفين الان الناس اللي عندها دم وضمير قال يا اولاد اللي لا اتسرقت سبحان الله انا ما جيتش فيه ولا ايه؟ انا سبتهم انا ماشي هاي دي اكتر هتلاقي بس انا عايز اسال سؤال لو جيت سالتكم سؤال بتاعتكم عندكم دم وضمير او فرقه ده من دولات الصايد الناس الصحي بقى لو قلت دي العظمه دي تبقى مين؟ فيمر. الله لو بتفهموا مين العظمه دي اسمها؟ الدكتور ماجنس. لو فيها فتحه تبقى الدكتور هيين. فمين اللي قدامها دي؟ الدكتور لونجس. اسمها الدكتور ايه؟ لونجس. اسال لو بتفهموا لو عظمه جايه تلف كده تلف كده تلف كده تبقى بسطس ايه؟ مديال. بسطس ايه؟ مديال. تمام. اسال بقى سؤال في ارض اسمه فيمر ارتري هي اللي يخش الكلام دي من فوق لتحت مين ارتري ده سميته؟ فيمر ارتري. تمام. الفيمورال فين ده طالب كل الطفل. انا دايما بقول الفيمورال فين ده هو طالب الطفل. ازاي؟ الفيمورال فين هيبدا من تحت لفوق يمشي بالنسبه للقصر ده بص ولا يمشي بص ولا ويبعت الكتاب ابو ستيل ويطلع لغايه الفيمورال ترينج ولما يخش الفيمورال ترينج يبقى بص رومين وبعد كده يبقى مين فرشيت ويخش القلب من يركب على القلب. طالب طبي قاعدين الصبح يقول له ذاكرت امبارح خالده والنور اتقفل وما كانش فيه وانت اشطر مني وانا على الباب ويبقى ماشي وراه حتى ما يمشيش جنبه. فالعيل الشاطر ده بقى ما بتخافش منه الكوما الارتري وهالكوما الدين ده بوستر ولا يقول لك ده انا وراه انت اشطر مني تطلع كده ده انا بوستر ميديا ده انا ميديا ده انا قدامك شوف النتيجه مش كده لا طبعا كتير جدا من هنا يوم النتيجه حسب هذا الشهور ولا تنزلت طول السنه يشتكيلي وجاب لي ربنا يقول ايه ده كمان من دي مش كده لا هو طبعا بينيمك طول السنه هو من اواخر وشك مش كده فطالب الطب لما يقول لك ان هو ما ذاكرش امبارح تاكد ان ما كانش اللي احنا بنجيب ده مش كده ما خلصش جزء السنه مش كده فايه هو اوعى 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 تقول لك ليه اول ما تعرف كده
بالارض بحر هذا ليه؟ يبقى بالتالي نسبة السكر اللي لسه بنزيدك عليه والله دي حقيقة انا بخش والله الحقيقة 100% لما 99% كده هذا ليه؟ المهم بقى ده يبقى عندنا نكمل عشان بس المحادثة وابتدائي يبقى تذكر كلام كده في ارض فيها فيمورال مين؟ في ناس من الناس الدكتور تحت كده في مصاب في ناس هيعدي عليهم من نازل تميدا وفي نسبة اسمه فاستس ايه؟ نسبة فاستس ميديان والارض هنا اللي بريت اسمه ديسندنج جينيتيك اسمه ليه؟ ديسندنج جينيتيك هنا اول جمله بقى علمها لنا الدكتور اسمه الدكتور قال لنا ايه؟ قال لنا ان الحاجات اللي في ادكتور كانت ثلاث حاجات دخلت وطلعت واحد دخل وما خرجش واحد طلع وما دخلش الثلاث حاجات اللي دخلوا وطلعوا هم الارض والبين والنرد بالظبط اللي دخل من فوق ما طلعش من تحت والنرد تبصص من الجهاز فالزر من تحت ما دخلش من فوق هو ديسندنج جينيتيك ما دخلش من القمر ايه ده انا عايز معاكم خمس حاجات من الاذاكر الثلاث من خمس حاجات فيمور ارتري فيمور بين صفي نسيرف فيمور ارتري فيمور بين صفي نسيرف دول دخلوا وطلعوا من تحت لفوق من تحت زي ما انت عارف الكلام عامل ده ما خلصت يبقى دول ثلاثه طب مين اللي هخش كمان من فوق ما طلعش قال الراجل تبصص من الجهاز دخل راح الصبايا عمره وما كملش قال طيب ومين طلع اللي من تحته ما دخلهاش من فوق؟ قال ديسندنج جينيتيك لو بصيت في الصفحه هنا كده يبقى بالتالي عندي هنا كده الكونتنت بتاعتنا قال زي ما ده الفيمور ارت بتاعي مش جوه الكمين وداني هنا كده اولاد برنش اسمه ديسندنج جينيتيك انا اسال سؤال الكونتنت بتاع الكلام ده نقدر مع بعض ولا لا؟ ما ده فيمور ارت بتاعي بس الصفحيات ارتري وبين ونرجو صفحيات ونرجو تبصص من الجهاز وارتري اسمه اولاد ديسندنج جينيتيك صفحة 76 من فوق في نوتامين النوتامين بيقول الفوق الصفحة بيقول صفحة تلوية بليكس دي لابد بليكسس موجودة هنرجع لها تاني ثم الأيام موجودة تحت السارتيريا الثروف الفايبر الشيك لازم تفكير معمولة من ثلاثة نيرف صافي نسترج بنشارك فيها وفي دارتين نسترج في التصاعد وهيطير بفيشن اوف بكتيريا ما تقربش من هاتف تاخد دارتات دي بلسه وهتصبلاي الجلد من الجلد بتاع ميديا سالت بتوصلي لما ناخدها ونرجع لها قلت تدي نرجع الصبلاي البلسه بتتعمل كذا وكذا وكذا صافي ناس وميديا بتيجي تصرف الصبلاي ونرجع اسمه اولاد الكيلو ديفيجن اوف اوبتيوري طب ناخدهم يعني لو تسمحهم شيء اسهل من كده يبقى دي اللي كان اولاد الدكتور كان اسمها اولاد اتسدريت ممكن اسميها سب سبتوريا كمان اه ليه بسميها سب سبتوريا ممكن اسميها كمان اوف هانتر كلام عنتر مش كده لا حتى السيارة طبعا ليس لها رقم عنتر مش كده ده عنتر بتعمل لما كنا زمان بنهرج مع الضربة كلام بتاع عنتر مش كده لا لما يتسمعني كلام أم هانتر فكتب كده سبسر كل الكلام العناوينها الدكتور سبسر كل الكلام أو هانتر بكلام أو مية بريد هانتر كلام الكلام ده بريد الكلام ده مين بريد عندنا بيكسل ده اسمها لمبر بريد اللمبر بريد فتنين يعملها بقى قالوا الانتيرو برايمر الماي بتاع لمبر واحد واثنين وثلاثة قبل فرق بتاع الفرق طبعا الناس زمان زمان عندها فكرة بسيطة في الطب اي لمب لما بيطلع بيتقسم لكام حاجة اسمها الانتيرو برايمر ريمس وبوستيرو برايمر ريمس تمام احنا دايما اتفقنا من ايام القمر مع طلبة الغلابة ان مفيش بليكسس تتعلم غير من الانتيرو برايمر الماي يبقى انا قلت لمبة سكرال بريكال سيرفايكال اي بليكسس هتعدي عليا يبقى لازم اقول اي ريمس انتيرو برايمر ريمس تمام مين من البليكسس ديت قالوا انتيرو برايمر ريمس بتاع ال1 وانتيرو برايمر ريمس بتاع لمبر 2 وانتيرو برايمر ريمس بتاع لمبر 3 والقمر بارت بتاع الانتيرو برايمر ريمس بتاع ال4 يبقى مين يكتبوها 4 ريمس او 3 ونص كده الريمس دي بتتعمل جوه السورس مين يعني تيجي تشرح بس في سنه ثانيه في السورس قدامك تهل البيت حتى الريكسر جواها قرب البوستير بارت بتاع قرب الترانسفيرس بروسيس بتاع اللمبر بيرفكت مين يعملها الواحد الاثنين الثلاثه الاربعه الاربعه بقيت اربعه مع ال خمسه بيشاركوا في السكر بليس قال انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان ال اربعه شارك في الستين بس عمينا ريكس فوركينس فوركينس من باي فوركيشن اللي اتفاكتش على اثنين بليكسر والناس اللي صحة معايا سبب المسيب دي ده وده عن الحرام يعني جد قالوا نمبر بليكسس موجودة كده معمولة من انتيو برامر الماج بتاع الابر سري لامبر نيرفس والابر هاف بتاع انتيو برامر السايت موجودة جوه السابستانس جوه السابستانس جوه العضلة جوه المصل جوه العضلة عضلة اسمها تراسميشن قدام الترانسفيرس كنت سبت على لامبر بالتبري جوه الابر ما بتشوفهاش غير في الثامن طبعا
مرة في الرسمة ورجع تاني كتبه مرة وكده مرة كتبت خلص مرات برنش الصراحة يعني إن لو بقيت شوية كان أمدهم في الجورنال. قالوا ليه؟ سنة 77 من فوق يقول إيه؟ اللور هاف أوف إلا بار فورمت مع إلا خمسة ترانكس ولامبو سيكرا ترانك اللي هي إنتر في الفورميشن بتاع مليكسا سنة خدتها اسمها بيكرنس وبالتالي نمبر 4 نمبر 4 نمبر 4 الجت لين جراف بين تو بليكسس لامبر اند سيكرال اتقسم بينهم اطلقنا عليه اني واي اسمه ايه العنوان ده نيرفس فوركيل سميناه يا اولاد نيرفس فوركيل امين هو نيرفس فوركيل بقى يبقى لما تقعد تلاقي الشفوي وراجل يسليك كده نيرفس فوركيل يبقى ال تي ام 4 ولما ناخد اسم سيكرال بليكسس هنلاقي اس 4 كمان يعني ال 4 اس 4 كل واحده شكل بليكسستين النهارده بنتكلم عن ال 4 حتى وصلنا للسكه في القلب لا حاجة الأرض ما ماشي مش فيني أرجع تعمل تخرج من عضلات وتغذيها أنا صليح ما فيش حاجة تضايق من قالوا إيه؟ قالوا بعد كده أولاد هنجل لها ريسبشن تروح تقول لهم الدكتور بيقول وإحنا بنقول وأنا ما قلتش حاجة حق صراحة واحد الزمان يقول لهم ده الدكتور بيقول لكم اللي أنتم ما بتفهموش أنا قلت لا فبتضلك ما بتفهموش أنا قلت كده قلت مرة قلت إن هما الدكاترة هناك ما بتفهمش والله ده في فرنسي انا اصلا من الدكاتره اللي مش اه ده بس واحد اكيد قال جمله عبيطه تقول ده ما ينفعش مش كده واحد شايلني على حاجه ثانيه انا ما قلتش في المحاضره ايه ولو واحد قلنا عليه كده فاكيد انت كده ما بتفهمش برضه مش كده بس اكيد هو مش ما بيفهمش عشان هو جاهل ما اعرفش يعني الحمد لله وزويا لسه قلت لنا كده برضه الدرجات الصغيره ما تقصوش عليهم انا حتى قلت الدرجات الصغيره ما تقصوش عليهم لسه دايما الدرجات الكليه كلنا درجات الحاجه هو انت اللي بتطلع بيضه مش قالب بس ما حدش يقدر يكلمك انما هناك زمان طبعا طلبه بتدوس عليه وبتطلع اشرار المهم يعني ان جنرال العادلة يبقى قبل ما بعد موضوع المرة بقى الكلام ده ما سمعتش الموضوع ده في حتة ثانية وماليش كومنت عليه المهم طبعا الأمر بيكس التابلات معمولة من ال 1 بال 2 بال 3 وأربع كارت تأمين ال 4 البيكس دي موجودة في سوق سبيد بتتعمل ازاي بقى أسهل من السكرة بيكس التابلات بيكس 1000 مرة بس على جولة معايا لو جينا بقى هنعملها ازاي هما الدكتور فوم قالوا ليه قبل ما بدل الزاد قالوا أنا أولاد أتحمل الشغالين وقصة أولاد ده معي إذا عايز ده أولاد طبعا مصطحين وبنص إن شاء الله أنا كده مع بعض دول هم المنظر ده أولاد يبقى بالتالي لما بتيجوا في سنه ثانيه هتدرسوا الاربعين نبدا هنا اوطى من سريتي وراح للفن الاوطى من سريتي هسميه ايه عشان قريبه من ايه وهيجو جسرك هيجو اللي تحت الجسر اللي من تحت اوطى من الثاني اللي روح للسايد والجوايل ريج اسمه ايليو وجوايل يبقى في كام ريج طلع منه اثنين ايليو ايه وايليو ايه بقى لما كده طبعا زي ما بقول طلبه الشطار هي الجسر الاعلى ولا الجوايل الاعلى لما كده جسر البطني اعلى من الجوايل يبقى لو في الاربعين هندرسه باذن الله ان شاء الله السنه الثانيه هنقول مين اعلى من مين لما كده اليو هايبو جاستريك اعلى من مين اليو جوايل تمام عندي نرف اسمه ايه اليو هايبو جاستريك اليو جوايل بعد كده اللي جاي زي ال2 ده جيله برانش في ال1 جيله برانش في ال2 وعملوا نرف اسمه جيني تو فيمورال اسمه ايه؟ جيني تو فيمورال من شويه اتفقنا ان في نيرف اسمه جيني فيمورال ادينا فيمورال فيس وجيني تاب فيس ما نعرفش تمام بعد كده بقى تبقى من ال2 وال3 وال4 كل واحد يتقسم لانتيرو باك والسيفيرو
ثلاثة anterior يعمل nervous motorin وثلاثة posterior يعمل nervous femoral. أسأل الدكتور هل البصير بتاع اثنين البصير بتاع ثلاثة قبل ما يشاركوا في الفيمورال طلع منهم نلف عملوا حاجة اسمها lateral genius لربطتصار أخذ حاجة أو عايز حاجة على البورد دلوقتي مالك اللي ثلاثة والأربعة والاثنين والاثنين والثلاثة أربعة والتوريد أصبر رأيك شوية فايبر من ثلاثة وشوية من أربعة عملوا نلف قلت عليه محاضرة اللي فاتت اسمه أكسس الأوبتوريت وكتبوا بيقول حسين بقى غالبا اكسس مش كده لا اللي هو بيروح العضله تسميها ايه بالتنيه قلنا بيجي بريزنت بيبي ايه خلاص ده مع بعض على الكوب كده احسن من انا لسه بس مش عارف ده تطبيق صراحه بس انا لسه كده بس لو لقيتها بسرعه هفرجها لكم ما تنساش تفضل بقى بالنسبه ليه اسال السؤال الطلبه الصحيح البريس السيرفيكال مالها بتسميها ليه لامبر بريس اسمها ايه لامبر بريس لامبر بريس موجوده في الحرب طلبت سنه ثانيه تفرق معايا شويه انها درسها في سنه ثانيه في ديتيل أسأل سؤال طرق الصحيح معايا يبقى عندي بريكس اسمها البريكس الديل لامبر بريكس اسمها ليه؟ لامبر بريكس قالوا لو حد مستلم حقل بص المنظر ده بقى أنا عندي ده طبعا ده سباينال كورد وده نيرف بتاعه متقسم لأنتير برايمر رينوس بلاك والستير أنا أخد الأنتير ماليش دعوة بالستير اللي واحد واللي اثنين واللي ثلاثة واللي أربعة تمام اللي واحد متقسم للارج وسمول اللارج هيدي إيليو هيبقوا جاستيك وإيليو كونجواين والسمول يجيله برانش من ال2 يعملوا نيرف اسمه لاترال جينيك فيمورال نيرف سيرف طب وبعدين كل واحد مقسم لواحد ازرق واحد اصفر الاصفر ده بوستيريور ديفيلوب وحاجه اسمها انتيريور ديفيلوب البوستيريور مع بوستيريور مع بوستيريور يعملوا نيرف اسمه فيمورال وانتيريور مع انتيريور مع انتيريور يعملوا نيرف اسمه تيوريك تمام طب البوستيريور بتاع 2 والبوستيريور 3 يعملوا نيرف اسمه لا تعرفين الزرق ذا سايد اما 3 و 4 الانتيرو عمل ريف اسمه اكسسوري اوف تيوريك هقول دلوقتي بمشرح هالبورد بين 4 مع 5 اعملوا ترانك اسمه ترانك ده لامبو سيكرتر فالهم نقول كده بس اسفين الناس بتزيد كويسه وليه بس محدش يبقى سرحان بص مع بعض اللي عندنا دي بتطور الشيطان بتونا نركز قد ما نقدر تبقى تزار كل دي عندنا اولاد الدوله الصحيه تقدر تقول ده لازم نرجع للمكان اولاد ده واحد وده اثنين وده ثلاثه وده اربعه لما نروح انتير برايمر ريمس وانتير برايمر ريمس وانتير برايمر ريمس وانتير برايمر ريمس تمام ده اتقسم لارج وسمول ادانا اليو 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 هايبوجاستريك واليو انجوان الفراور الفيا ده دي الفرع من هنا يعملوا ريمس اسمه جينيتو فيمورال اسمه جينيتو ايه فيمورال من تبقى من اثنين وثلاثة واربعة الفيل برايمر ريمس الفيل برايمر ريمس اللي هون ده لازم تسمع الفيل برايمر ريمس بتاعتين اللي باه وده لسه كتير وثلاثة واربعة اربعة كل واحد اسم الفيل باه بصير كل واحد ده اسمه الفيل برايمر ريمس ده بتقسم لاثنين ده الفيل وده بصير اكون جرين شعبة واحد قدام التاني يبقى الفيل برايمر ريمس بتاع ثلاثة او اثنين او بقيت حتى اربعة كله حتى حاجة واحدة قسمت الشفتين دول ده اسمه انتير ديفيجن وده اسمه اوسير طبعا ما تذكرش او تقطع حالك بنربط بين حاجه اسمها انتير برايمر ريمس واوسير برايمر ريمس احنا مش هنحط اوسير برايمر كاملين في بعض يبقى بنتكلم مع مين انتير والانتيريور بتاع اثنين وثلاثه واربعه كل واحده اسمه ايه فاكرين الترانس والدبيكتر بريكسس بنقسم الانتير واوسير ديفيجن في نفس الكلام طب الانتير ديفيجن بتاع المراكين ارقص الدكتور البوستيريور ديفيجن البوستيريور ديفيجن بتاع 2 وبوستيريور ديفيجن بتاع 3 وب 4 عامل نيرف اسمه فيمورال استنى يا دكتور ده اكسون ودي اكسون ودي اكسون عامل نيرف ده اسمه فيمورال نيرف شويه اكسون من 2 وشويه اكسون من 3 شويه من 2 وشويه من 3 قبل ما يروحوا يشتركوا في الفيمورال ينفصلوا ويعملوا نيرف اسمه لاترال جينيوس نيرف اوف ذا ثايم طيب الانتيريور بتاع 2 وانتيريور بتاع 3 و4 كان مقسوم للاور بارت والاور بارت 4 احنا خدنا اللور وديناه لمبه سيكر فايت بتاع حاجه ثانيه طيب الانتيريور بتاع 4 اعملوا النيرف مين البنيرف ده سميته اوبتيوريت يبقى لما اسال السؤال الاوبتيوريت بتتعمل من ايه والفيمورال بتتعمل من ايه بقى لما كده انتيريور بالانتيريور ديفيجن بتاع مين لما كده الاوبتيوريت انتيريور ديفيجن بتاع لمبر 2 ولمبر 3 والقمر بارت بتاع لمبر 4 طب البوستير بتاع دول هيعملوا نيرف اسمه فيمورال بس انا الدكتور سين اللي جاي من الاثنين دول مليون اكس ودول مليون زيهم ودول مليون زيهم
شويه من ده وشويه من ده اللي بيروحوا فيمر ينفصل. عملوا ان اسمه لاترتينيوس نيرفو اتصال. طب اسال الالتيرو 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 عملوا ان ده اسمه لاترتينيوس لجسد الشفطات. قال يا دكتور الانتيرو بتاع ثلاثه والامر خلف بتاع اربعه احيانا يعملوا نيرف كده اسميه اكسسوري اوبتيريك. انا انصح كده رسمه واسال سؤال انتوا تذاكروا على صحتكم وانا اذاكر عليكم. اسال سؤال للطلبه الصحيح اللاتر بريكسل بتاعتي ده مين اللي عملها بالصحيح؟ اللي واحد واللي اثنين واللي ثلاثة وقمر برضه الساعة 4. أسأل سؤال لمبر 4 قال أولاد ادانا إيه؟ قمر برضه ولور برضه. قمر برضه ترجع تقسم الأنتيل ديفيجن والسول ديفيجن واللور برضه معلش الواحد يروح المطبخ. لما نيجي أسأل سؤال العدد ده مين دي أنهي بريكسل طبعا كده؟ لمبر بريكسل اللي واحد واللي اثنين واللي ثلاثة وقمر برضه بتاع لمبر إيه؟ أربعة. كل واحد من دول هيعمل إيه؟ قالوا بالنسبة لو جيت سألتكم سؤال ده اللي واحد اتسم للارج وسمول اللارج انت فيه اسمهم ايه؟ اللي هيبوجاستيك اللي هو واحد. طب اثنين وثلاثه واربعه كل واحد بيتقسم ليه ولا ده كده؟ انتيرو واحد بس اثنين قبل ما يتقسم انت ما بقتش شايف كده مين النيرف ده اسمه؟ جينيتو فيمور. اثنين بقى نيرف وثلاثه نيرف واربعه نيرف كل واحد بيتقسم لكام ديفيجن؟ اثنين انتيرو واحد وسيرو بوستير مع بوستير مع بوستير فيمور بس شويه من البوستير ده مع البوستير ده عامل نيرف اسمه ايه؟ لا ترتينس انتيرو مع انتيرو مع انتيرو عامل نيرف اسمه اوبتر شويه من انتيرو بقى ده عامل اكسسوار اوبتر في هذا الكلام مين بيكسر دي سميتها بلاد؟ لمبر بريكس اسمها ايه؟ لمبر بدون جدا لمبر بريكس موجوده جوه بطن جوه عضله اسمها سوبر سيل تنسبب خروجا منها بمعنى ايه بقى؟ الناس اللي صح معايا بس ما حدش شرحان ابص كده ماشي اسالكم سؤال لو العضله اللي بتسمي دي تبقى مين العضله اللي سميتها بلاد؟ كوبرس مين؟ الناس اللي عندها ضمير قالوا لك الحمد لله ما عندهمش انا من اول اسال سؤال كده Thank you.
جيش الجبرا الفيت متر سوديفيجن والسيل بتاع 2 و3 و4 طبعا اول حاجه مش الصار دايما الاسلاميش لما تيجي تعرف من السوديفيجن كان المفروض يروح لمين للفرنس وبصيرك بذل تروح لمين للبيت خلص الدكتور احنا اللغه لف كده والارض اللغه لف كده فجاب الورق قدام والقمر فبالتالي لما اقول فيمر النور هل تكون بسبس التمر والسابتوريا لو ذكرنا يبقى بالتالي لازم مخك يبقى ظابط هما دول ما كانش اساسي قدام دول اساسي كان ورا فبالتالي سنه ثالثه سنه قصدي كانت السنه الاولى بتطلع في ايتا الرغم ان هنا ديت العضله اللي اسمها كوادريسبس برضه من الدورتال ديفيجن بتاع الدورتال نورس يمر الدورتال ديفيجن دورتال بتاع مين؟ 2 و3 و4 يبقى ده اساس البريولوجي 100% خلي البريولوجي بحث مش شرط لا يبقى لما اجي اسال سؤال ده رقم كبير جدا يبقى لما اجي اسال سؤال هي ولد من ايه؟ من تمر النور اللي قرا كوادريسبس تمرس اللي قرا مرض كان معروف ان هو تمرين من تمر النور والنهارده بتعرف ان تمر النور ده برنش اني بيكسل لامبرليكس من فيلتر البريما الديفيشن ولا دور بتاع الديفيشن الدور بتاع التعميم بقى لو كده 2 و3 و4 يبقى دور بتاع لامبر 2 ودور بتاع لامبر دور بتاع الديفيشن ودور بتاع كام واحد 3 يبقى لما عندي بعد علمي كده سنه اقول ان تمر النور طالب من اني بيكسل لامبرليكس هسالكم سؤال الواقع عندكم الغزير الفيمر النور هيخرج من السورس ميجر عند اللاتا بورتر ولا الميديال بورتر عند اللاتا بورتر طب من اللاتا لها الياك سيمش بيرد لو دخل السايد يخش جوه الفيمر الرشيس ولا برا برا كمين اللي جوه الفيمر الرشيس البين والارض مع الميرفا غربان والالات تقلله بعد ما يخش السايد انش ينتج لمجموعه من النصر او كتير برانش نبخس طبعا ما خططتوش بس انا بقول وانت بتذاكر اللور تديله وقت حاجه مهمه جدا ان اللغه الهم بالنسبه لنا المفروض مقابل الابر لما كنت بتاخد طب ابر للانر او الميدل او حتى السيركمفريكس كنت بيطلع عينك عشان توصل لاخر ده الكاميرا النار لما تقرا جمله انا عايز بقى المحاضره الجايه تديني كتابه كده القلب المقدره بتاعتي الناس اللي صاحيه الكاميرا النار ما تقبلش في اي نكسس عشان انا عايز اقول ان ما صحش حد ابدا يعمل الابر ده اللغه اللغه كمان عبال سهل جدا وحرام درجات فيها اول مضبوط بس الحمد لله اللي هو ده اللي في ايه لو القمر كان تمام في النهار بمعنى كلمه يعني ايه كلمه ده سهل جدا يعني لما تقرا في مره نور كلمه الشوت ده انت لازم النمبر بريكس اب فالمقدار ده الديفيجن بتاع الجي برايمر ماي 2 3 4 ار بريكس بتاخد منك دي اصلا ده كده التنبيه عند اي مارجن 3 مارجن بتاع الصور مش بينها وبين اي عضله اياك كلام احمد شورت ديستنس امام الانكواليتي السند في جروب بين العضلتين بضغط الفرشه بتاعت انتر ذا سايد الانهي ليجري وين الليج لاتر الانهي شيز فيمرشيز يبقى بين الدرجولش ولا براه براه لاتر ولا ميديال لاتر بعد ما دخل انت 2 سنتيمتر وان انش تحت ليجري اسف لبصر روتينيال بريس انا قاعد اسال سؤال مين اللي قدر نعمل كده لما كده انا عايز والله في اول محاضره جايه بس انا عايز اقول ان ما اتولدتش القمر باللغه العلميه ده الفيمر النيرف خلص ثلاث اسطر شوف انت السيركمفريكس لما كنا بناخده يمشي ورا الريسيرك بارت الاكسلري وعند اللور بورد بتاع السطس كابيلاري يلف حوالين السيرك كانيك تحت الكابتور بتاع الشولدر جوين ومش بعرف اسمه بس شيل السيركمفريكس هنا الارض ولما اجي اقول لك ارتكل الشولدر جوين بتسمع تير برينج اوفر برينج انت اللي كمل الرحله لقدام يا كلام يعني الواحد كان بيبقى محرج من ثلاث سنوات جدا عيل لسه جاي وعمال كل الناس بيلف وسط السيركمفريكس وكده عايز افتح بقه لا تاخد ضرب بصينا كده هو وانت مبسوط وانت تبص في عينه مش عايز انما دلوقتي ببص في عينكم كده وعارف عامل صبر جاهز كده مش كده اللي طلع على السايد فلما اجي اسال سؤال الفيلم اسمه ايه؟ فيمور لما اقول لك جاي من ايه؟ انهي بيكسر لما بريك انهي ديفيجن او دور بتاع كام وكام وكام؟ 2 و3 و4 ده عند انهي بورده من العضله؟ لا هيمشي منها من عضله اسمها الياكل دخل الصاي دي اللي انهي ليجامي؟ الجوان الليج جوه الشيس ولا بره الشيس؟ على ده بره عامل فين؟ والله البكالوريوس والله البكالوريوس جايب لهم سؤال كده ده فيمور النار لا ده الفيمور ارت انسان ده فيمور شيس كله لسه ولا مش كده لا طبعا هو